طيب دكتور أحمد، الأجهزة اللي بتساعد على إنقاص الوزن دي فعلا ليها فعالية وليها دور كبير، ليها وهل لو فعالية. الطبيب متمرس بيكون ليه دور أيضا؟ لا طبعا أكيد الأجهزة الطبية المعتمدة، التقنيات اللي واخدة موافقات عالمية من منظمة الصحة العالمية، هي دي الحاجات اللي بتأثر وبتؤدي إلى نزول الوزن أو تنسيق القوام. يعني خلينا نتكلم أكتر على الأجهزة في دورها في تنسيق القوام. انقاص الوزن هيعتمد زي ما احنا قلنا على النظام الغذائي، او لو انت حابب نتدخل بحاجه تانية زي بالون المعده اوكي، لكن احنا بنتكلم برضو على تنسيق القوام. تنسيق القوام الاجهزه عندك جهاز تجميد الدهون او الفات فريزنج، ده هو احدث تقنيه معتمده من منظمه الصحه العالميه لاذابه الدهون بدون جراحه، وهي بديل لشفط الدهون، ولكن هي تقع في يعني اقل شويه من قوه شفط الدهون، ولكن الناس اللي ما بتفضلش اي اجراء في حتى جراحه بسيطه بيبقى تجميد الدهون. تجميد الدهون عن طريق توجيه تيار بارد من 5 ل 10 تحت الصفر على المنطقه اللي فيها. طب ممكن احنا معانا فيديو يا دكتور لو يعني ممكن تعلق نشوف لنا عليه ونوضح اكتر. هنا الفيديو، هنا بنوري ازاي بنشتغل. اللي احنا ماسكينها دي عباره عن حاجه اسمها الكول بادز، او حاجه بنحطها كفاصل ما بين الجلد وما بين الجهاز. بنحط الجهاز على الجلد، ده بيبقى فيه زي شفاط يبتدي يوجه تيار بارد من الجانبين. التيار البارد ده بتصل درجة حرارته الخمسة لعشرة تحت الصفر. الخلايا الدهنية وجدوا ان هي ما بتقدرش يعني ما بتتحملش درجة التبريد دي، وبتبتدي تتكسر والسوائل اللي جواها تنزل، ويبتدي يتخلص الجسم من الخلايا الدهنية اللي موجودة. هنا بنحب نقول ان ده جهاز بيعمل تخلص دائم من الخلايا الدهنية، ما هوش جهاز مساج ولا هو جهاز زي الأجهزة القديمة اللي هي كانت بتعمل نتائج مؤقتة. هنا تخلص نهائي من الخلايا الدهنية بدون حقن، بدون تخدير. طب هو ازاي جهاز تجميد دهون وفي نفس الوقت التخلص من ما هو الخليه الدهنيه؟ احنا قلنا ان الخليه الدهنيه دي عباره عن كبسوله جواها سوائل دهنيه. الجسم ما بيعرفش يتعامل مع حاجه متكبسله فيها كبسول. احنا لما التبريد بيوصل ل 5 ل 10 تحت الصفر بتتكسر الكبسول دي، بتدي السوائل دي تطلع يمتصها الجسم ويتخلص منها عبر وسائل الاخراج المختلفه بدون اي مشكله. هنا بنقول بدون حقن، بدون تخدير، بدون اي فتحات يعني جراحية. كده مفيش ألم، مفيش جراحة، مفيش أي مشكلة خالص. أي مشكلة خالص، هيبقى في تورم بسيط بعد إجراء الجلسة، بيقعد حوالي ساعتين وبيروح. هنا بنحتاج للمريض بنعمل له جلسة كل 3 أسابيع. بيتخلى الجلسات، أنت عارفة طبعًا إن تراكم الدهون مش بس بيكون تراكم بس دهون، بيبقى في جلد مشدود على المنطقة دي، بمعنى مثلًا واحد عنده بطن. البطن بقى له مثلا 20 سنه عنده بطن، طب ما هو الجلد ده مشدود، جلد بطنه مشدود اكتر من الطبيعي. فبالتالي هيكون في ترهل وضعف شويه في الكولاجين اللي موجود في الجلد، فبالتالي بنشتغل عن طريق التبريد عشان ندوب الدهون، وبنشتغل عن طريق جلسات ثانيه زي الموجات التردديه والموجات الصوتيه لشد الجلد. فبيبقى بروتوكول كامل، كل 3 أسابيع بنعمل جلسه تجميد، بيتخلى الموضوع جلسات لشد الجلد ونضاره الجلد. طب عدد الجلسات بتختلف من شخص لاخر طبعا، وكميه الدهون الموجوده بالظبط. طبعا احنا هنفترض مثلا حد جاي في النورم والوزن بتاعه الطبيعي او في شكله مجرد سمنه موضعيه بسيطه، ده هنشتغل معاه 4 جلسات وخلاص هتبقى النتيجه كويسه جدا. طب حد جاي بشكل سمنه مفرطه عند مثلا وزنه 120 كيلو وعنده بطن كبيره جدا، ده احنا هيكون دورنا هنا ان احنا نديك دفعه معنويه. ان احنا انت عارفه ان مع الدايت بتبقى النتيجه كويسه جدا، بس بيتاخر شويه ظهور النتيجه. بتاخد وقت. بتاخد وقت. طيب انت لو عملت دايت واحنا اديناك دفعه معنويه كويسه قوي ان انت لقيت بطنك في 10 15 يوم بدات تنزل، وبدات القميص اللي كان ما بتلبسوش بدات تلبسه، الجاكيت اللي كنت هنا الستات نفسهم بيجي يقولوا كده، يا دكتور انا اول حاجه حسيت بيها بعد 10 ايام البنطلون اللي ما كنتش بلبسه بقيت البسه. فده بيدي دفعه معنويه كبيره جدا. فطبعا بتبقى نتيجة كويسة، وحتى مع السمنة المفرطة بتدينا حافز معنوي كبير.